وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نرحب بدكتورنا الفاضل وضيفنا من فنلندا، يعني من أصقاع الدنيا، معنا هنا في لندن إن شاء الله تعالى، ونرجو أن تكون إقامته إقامة محمودة وطيبة إن شاء الله تعالى في بريطانيا وفي لندن. ضيفنا وأستاذنا اليوم، المحاضرة التي سيلقيها علينا هي أنا أعتبرها من أهم ما نحتاجه كجالية مسلمة في الغرب بشكل عام وهنا في بريطانيا بشكل خاص، الموضوع التربوي والموضوع التعليمي والتحديات التي نواجهها، الصعوبات والحلول أيضا. هذه من أهم الأمور التي نحتاجها، خاصة يعني نحن استقرينا في هذه البلاد، لم نعد هنا، أتينا للعمل وسنعود إلى بلادنا بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة. معظمنا استقر، وحتى أن أطفاله معظمنا أطفاله ولدوا وترعرعوا في هذه البلاد. فذلك من المهم جدا أن نسمع من الدكتور ومن الذين يتخصصوا في الموضوع التربوي والتعليمي، كيف نستطيع نواجه الصعوبات والتحديات وما هي الحلول لذلك إن شاء الله تعالى. وأنا متأكد أن الدكتور إن شاء الله تعالى سيتطرق إلى هذا الأمر، فمرحبا به في مسجد فينزبري بارك هنا في لندن، ونأمل إن شاء الله تعالى أن نراه أيضا في المستقبل إن شاء الله تعالى. فتفضل دكتور. اولا حابب اشكر حضرتك استاذ محمد والقائمين على المسجد على التنظيم، وكذلك يعني حقيقه يعني قلما نجد مساجد او روابط اسلاميه بتربط المسجد بحد ساينتست او ريسيرشر، يعني مش شيخ زي ما بنقول في المعنى المتعارف. من الحاجات اللي دائما انا بسعى لها ان اربط الباحثين والعلماء اللي موجودين في المعامل في الدول الغربية بالمسجد، يعني ده امر انا بعتبره امر في غاية الاهمية. لابد يعني ديننا هو دائما يعني اقرأ، تعلم، تفكر، ابحث. فلذلك المسجد لابد أن يكون له دور في تعريف الجاليات اللي موجودة في الغرب، العلماء الباحثين وعددهم ألوف مؤلفة في كل المعامل البحثية والمراكز البحثية. لكن للأسف الشديد هناك جهل شديد بالناس اللي موجودة أو بتدرس أو بالباحثين، وده بيكون له مردود كبير جدا على الجالية اللي موجودة، على الأطفال خصوصا. مش عايز أدخل في التفاصيل، لكن حابب أشكر حضراتكم، وحابب أشكر كل حد سافر وجيه واقتطع من وقته وجيه عشان يسمع العبد الفقير إلى الله. طيب، في البداية أنا زي حضراتكم خرجت من مصر، جاي رايح أدرس، وكانت الشنط جاهزة عشان أرجع بعد ما خلص الدكتوراه، عشان لكي أفيد وطني وأفيد نفسي. تمام، سنة في الثانية في الثالثة في الرابعة قفلت عليا، 14 سنة تقريبا. لذلك تقريبا كل واحد فينا عنده قصة، اللي جت مع زوجها وقالوا يعني 6-7 سنوات، واللي قال يعني سأتزوج أوروبية 10 سنوات وأخذ الأطفال وأرجع. ولكن سبحان الله تحسوا نحن نساق لأمر بقدر الله عز وجل، إن ربنا كتب علينا بشكل أو بآخر نحن هنا. ولذلك أنا ابتدأت في النقاط التي سأتناولها، لماذا نحن هنا؟ يعني لابد أن نخرج من الفقاعة، كل منا في فقاعة. فقاعة دي أسرتك، شغلك، دراستك، زواجك، حياتك، دي الفقاعة. فلابد أن تخرج خارج هذه المنظومة البسيطة الصغيرة وتنظر لنفسك بعين أخرى، عين الناقد يعني.
كلنا يعني ولدنا في إما في مصر، في لبنان، في سوريا، في أي بلد عربي، وسبحان الله العظيم سافرنا للدراسة لأي شيء، وبقدر الله نحن هنا. فهل هذا عبث؟ هل نظن يعني نحن هنا لشيء يعني صدفة؟ لا يمكن، لا، ما فيش حاجة اسمها صدفة. أنت في امتحان وأنت في اختبار، أنا في امتحان وأنا في اختبار، كلنا حتى الأسرة اللي هننجبها هنا في أوروبا في ابتلاء وفي اختبار. حقيقة نحن سفراء غصب عنا، يعني هذه أنا أقولها دائما. يعني حتى الشاب اللي بيتزوج بأوروبية وهو متخيل إن هو يعني لا، أنا لست داعية إلى الله ولست سفيرة للمسلمين ولا، وربما يكون ملحد أصلا، ولكنه يمثل العربي غصب عنه، شعر أسود، العينين، هو من العراق، من الصومال، من مصر، من خلاص، أي حركات، سكنات، أفعال بشكل أو بآخر تصنف على العرب. فلذلك حتى أولادنا في مدارسهم يعيشون حالة من التمثيل لمجتمعاتهم الإسلامية والعربية، وإن كانوا ولدوا في الغرب، ولكنهم ممثلين ليس بإرادتهم ولكن أيضا غصب عنهم. فنحن هنا بقدر الله عز وجل، فنسعى جاهدين أن نري الله من أنفسنا خيرا، يعني نتعلم، وغير مطالبين ان احنا نكون دعاء لله. يعني انا مش جاي النهارده، انا خارج من يمكن اول سفر اعمله فعلا ونيتي ان اخرج من فنلندا داعيا الى الله عز وجل، وده شرف كبير، وان كنت ليس مؤهل دينيا، لكن انا خريج الازهر يعني سنوات كثيره يعني، ولكن طبعا الازهر بندرس المواد العلميه بجانب المواد الشرعيه. فدائما كنت بسال الان ماذا قدمت. يعني انا معظم الأبحاث والشغل في الجامعة والأتشيفمنتس أو التحصيل العلمي هو نوع من أنواع الالتفاف حول الذات، يعني يا فرحتي أنا عملت، يا فرحتي أنا وصلت، يا فرحتي السيفي بتاعي عملت فيه. طيب ما هو ده كله نجاح ذاتي. السؤال بقى ماذا قدمت، هو ده السؤال. فيقول لك ماذا قدمت؟ ما هي الفكرة جاية منين؟ جاية من الأسرة، جاية هي فكرة تربوية أصلاً. إن إحنا من ساعة ما أمهاتنا وأبهاتنا ربنا يبارك فيهم يديهم الصحة وطولة العمر، دائماً المذاكرة، الاجتهاد، التحصيل العلمي، لابد أن تكون أفضل واحد، شوف أقربائك، شوف بنت العم، شوف ابن الخال، وصلوا لفين؟ ماذا سيقول لك المجتمع؟ الدكتور ذهب، الدكتور أتى، المهندس راح. فلذلك إذا تربينا على مثل هذا، تجد أن في الآخر كل نجاح بنعمله، تفوق دراسي وما إلى ذلك، بتجد في الآخر أنه هو نجاح ذاتي، وأنت خلاص حققت كل شيء. طب أين مجتمعك؟ يعني لما ننظر مثلا يا أيها الذين آمنوا كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالفكرة ليست فكرة إن المسلم موجود، المسلم موجود للتعمير، للرسالة، للقيمة. وفعلا لقد خسر العالم من انحطاط المسلمين في كل على كل الأصعدة، يعني سواء العلمية والبحثية وما إلى ذلك. لكن في الآخر إحنا كتناصح ما بيننا وما بين بعض، أين هو؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإحنا الجلسة اللي إحنا جلسنا دي هي جلسة عبارة عن تواصي بالحق وتواصي بالخير. أنا وجدت تجربة مثمرة، تحركت في مقدوري، تحركت بخبراتي، تحركت، فبحاول جاهدا أن غيري لا يبتدئ من الصفر، يعني اللي جاي من الغرب لا يبتدئ من الصفر، يجد أناس آخرين بدأوا تربويا، حققوا بعض الشيء، حققوا بعض النجاحات، ولكن يشاركوا خبراتهم مع الآخرين. فهذا هو المنطلق لمثل هذا الاجتماع. فلماذا نحن هنا؟
لنتشارك فكرتنا، لنتحدث، يعني حضراتكم تسألوا وأنا أجيب في مقدور علمي المحدود أو في من خلال تجربتي المتواضعة، وأنا أستفيد من حضراتكم وحضراتكم تستفيدي مني، فهي النقطة كلها تكون نقاشية. الحاجة المهمة جدا واللي أنا شايف إن إحنا لازم نحطها في حساباتنا، إن إحنا عندنا مميزات كتيرة جدا جدا في الغرب، وللأسف الشديد يعني أنتوا لا تتخيلوا عشان طالب زي يجي يدرس دكتوراه أو زوجتي تيجي تدرس دكتوراه أو طالب يجي ماجستير كم المعاناة، الآيلتس، التوفل، مثلا عندهم في أمريكا الشغل اللي هو المطلوب دراسيا، العمل التطوعي، الجي بي اي، السيرة الذاتية بقى بالبروفيشناليتي، لازم يعدي انترفيوز كتيرة، لازم يدخل منافسة مع دول، يعني تدخل تنافس ناس من الهند، من باكستان، من الصين، المنافسة انترناشنال، يعني مش حاجة على قدر مصر، لا على قدر العالم. فلذلك يعني أنا من الحاجات اللي أنا مهتم بيها جدا وحضراتكم يعني بتتابعوني، تأهيل الباحثين للدراسة بالخارج، فأنا عارف المتطلبات دي وعارف الكريدتس بيدوها زي، فالطلاب دي بيعانوا سنة اتنين تلاتة. أنا أعرف طالب قعد 10 سنوات اسمه محمود الدمنصي، 10 سنوات الولد ده بيحضر أوراقه لحد دلوقتي بيدرس في هيلمهولتس انستيتيوت في جامعة برلين للطاقة، هو يمكن بيعمل محاضرات معايا على البلاتفورمز ومن أحد الناس المؤمنين بالرسالة اللي بنقدمها. 10 سنوات أنا المنتور بتاعه، بس جاله 5 أماكن أو 6 أماكن، راسل حوالي 500 بروفيسور على مستوى العالم، جاله أتشيفمنتس كتيرة، ودلوقتي ما شاء الله هو على وشك الانتهاء من الدكتوراه، ففي مجهود مبذول كبير. تخيلوا بقى إن أولادكم بيدرسوا في أفضل المدارس حول العالم، فعلا حرفيا أفضل المدرسين، أفضل السيستمز التعليمية. يعني أنا لما بشوف أولادي رايحين المدرسة الفنلندية أو المدرسة الألمانية والله بغيب، والله ببقى أقول يا رب البروجيكتس اللي بيعملوها، البرزنتيشنز اللي بيعملوها، الحاجات التعليمية دي نعمة كبيرة جدا جدا جدا. وأقعد أحدثهم، أبوكم وقاعد على الدكة الخشب اللي كانت مقطوعة، تجيب البنطلون، الشنطة اللي كنت شايلها البلاستيك، بتوقع القلم والكتب، كل ده بحاول أخرجهم من منطقة ألف النعمة، إنه بيألف. أيوة هي دي الحقيقة، أنا نفسي بألف في فنلندا، بالنسبة لي في فنلندا والله ما أحسست قدر في فنلندا والرفاهية اللي أنا فيها لما جيت شفت التيوب والقدم والمباني اللي الرائحة بتطلع يعني من الثمانينات، وبقول له ما شاء الله أنتوا عندكم أثار في الشوارع التيوب. قلت له يعني أنا الآن أدركت فنلندا على المستوى، مقارنة طبعا حتى بألمانيا، فنلندا هم 5 مليون وما شاء الله البنية التحتية والقطرات وفي حتة تانية يعني، وإحنا طبعا بنسلم بعض يعني ها السلام هلو، ما فيش حتى هلو، إحنا عددنا محدود جدا، فالشوارع فاضية ونظيفة، ما فيش زحمة خالص خالص، حتى في الأعياد لما تقابل مسلم أو تقابل واحدة محجبة عدد قليل جدا، يمكن الجالية تقريبا دول اللي حضروا لي برضو في فنلندا، في الرابطة في فنلندا نفس العدد تقريبا يعني، ما فيش أكثر من كده. فلذلك نحن في نعمة، لابد أن نستثمر كل شيء موجود هنا في البلدان الغربية، أي بلد غربي سواء هم عندهم حرية، سقف الحريات كبير، عندهم تعليم من أفضل النظم التعليمية. النظام البريطاني، لست يعني من أتحدث عن النظام البريطاني، من أفضل الأنظمة التعليمية ومن أقدمها كمان. النظام الفنلندي شرحه، النظام الألماني رهيب رهيب، يعني من الأنظمة، هي طبعا بيعتمد على حاجه اسمها teacher centered approach اللي هو ان المدرس هو المركزيه في التعليم، لكن اظن البريطاني الامر اوسع شويه ومفتوح شويه، وانك بتدي حريه للطالب حتى في الانتقاد وفي التفاعل، وعمل project based learning، وان انت تشتغل بايدك، وان انت ده شغل جميل جدا في المنظومه التعليميه البريطانيه.
وان كنت غير متخصص اني اتكلم فيها، ولكن انا بشوف الطلاب المنتج التعليمي اللي بيخرج من المدرسة البريطانية منتج كويس تقدر تبني عليه، لكن مش برضو عندهم التحديات، يعني عندهم تحديات وعندهم مشاكل هم بيحاولوا يحلوها. فلذلك دايما اقول ان النعم اللي احنا عايشين فيها لابد ان نستثمرها، المسلم لابد ان يستثمرها. فانت عندك مشروع طفل او اتنين او تلاتة او حتى نفسك انك تستثمر فيه رهيب كبير، السقف المتاح عالي جدا مرتفع مقارنة بالدول العربية. يعني لا يمكن انا اقدر اجمعكم، انا بعمل منتورشيب في جامعات كبيرة ويحضر 1000 و2000 في القاهرة سواء جامعة النيل او زويل او ولكن لا اتحدث اطلاقا على الموضوع السياسي او الديني وما الى ذلك، ممنوع. تمام؟ فمثل هذه الحرية دي حاجة كبيرة جدا، انك تخرج طفل في مجتمع حر يقدر يقول لا، يقدر يعبر، يقدر يرفض، يقدر ينتقد، دي نعمة كبيرة جدا. فانت بتربي طفل حر وبتعليم من افضل الأنظمة التعليمية، فكل ده نعمة من نعم الله عز وجل. لابد دايما ان احنا نتشارك الموضوع ده ونحن نذكر به بعض حتى لا نألف النعمة دي، مش بس فقط مع أطفالنا، حتى إحنا على المستوى الشخصي إن كل واحد يستثمر في نفسه بالتعليم. طيب ولكن سبحان الله لا شيء يعني خلونا نقول مكتمل غير في الجنة إن شاء الله رب العالمين. لا يمكن أن تجد نظام على مستوى العالم كما أنت تريد، وكل شخص له اهتماماته. فممكن واحد يجي في بريطانيا لأنه سوشيال وبيحب الحاجات القديمة والبيوت القديمة والتفاعل مع المجتمع، هو ما يعشق بريطانيا. توديه فنلندا يقول لك إيه ده؟ ده أنا بموت، ده ما بيكلموش بعض نهائي، خجولين بشكل. انت عشان تكلم واحد فنلندي محتاج يشرب له لتر بيرة او كحول عشان نعرف ناخد وندي مع بعض حرفيا. انا مش بهرج، مجتمع الفنلندي مجتمع ما بيتكلموش، they are not social. يعني هو ما بيتكلم، ولو جيت كلمت معاه وكده تلاقي تحس انه مخضوض. يعني كنت في لقاء مع دكتور محمد بروفيسور عندنا في احد الجامعات الفنلندية، قال لي انا قلت مرتين ثلاثه هلو في نفس اليوم للبروفيسور ما ردش، قال ده مجنون، ده روح خبط دماغه في الحيط. هي مره وده كويس قوي انه رد المره. واخدين بال حضراتكم؟ فالفكره ان لازم الاهتمامات. من الحاجات المهمه جدا هي الصحه النفسيه. يعني في الغرب اذا انت بتبتسم، بتتحدث مع اولادك، بتمارس رياضه، بتروح المسجد، عندك حريات، آمن في سربك، عندك مأمن قوت يومك كما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت عايز إيه تاني؟ يعني أنت محتاج إيه تاني؟ كل حاجة ما شاء الله، يعني عندك حاجات نعم. ولكن مشكلتنا طبعا نقعد نقارن اللي عمل ستارت اب وبقى عنده 6 مليون مثلا زي أخونا أشرف وزي أخونا ميسرة في الـ AI. الناس دي رواد أعمال هنا ومن أفضل يعني 50 عقلية مهاجرة في بريطانيا. فواحد زي في الأكاديمية يبص يقول لك إيه ده؟ ده القيمة السوقية للشركة 6 مليون جنيه استرليني، أسف. فطبعاً وبينزلوا في الجرايد، فبيبدأ من هنا بيحصل حالة عن عدم الرضا عن الحالة اللي إحنا فيها. وفي الحقيقة دي يعني هو أنا عارف التحديات والمشاكل هو وميسرة اللي فيها، أنا عارف ده كويس، ولكن من بره دايماً بنظن إن الآخر عايش في حياة وردية. أنا نفسي لما بنزل مصر ناس متخيلة ان انا واقف على فلوس بره، رغم ان المرتب والسالري في فنلند تعيش كفاف، حياة كريمة فقط لا غير، لكن هتحوش وكده. عندك الخليج معروفة، يعني بنطلع اكاديميين ندرس ناخد الدكتوراه يا دوبك كام سنة في التانية تطلع على الخليج. فلذلك دايما هي انت محتاج نفسيتك هترتاح فين وهتستريح في أي مكان تحافظ على صحتك النفسية عشان تقدر
حتى العبودية لله محتاجة صحة نفسية جيدة، يعني لا يمكن هتركز حتى ورا الإمام وهو بيقرأ وانت عمال تفكر في السيفنجز، المدخرات، هسيب ايه للعيال، طب هعمل ايه، هبعت فلوس قد ايه لمصر، البيت ده. لو دي شغلتها في هذا الاتجاه كل سنة واحنا طيبين ولن تشفع في اي مكان في العالم. فلذلك الرضا هو عشان خطرك انت، من اجل صحتك النفسية ليس اكثر يعني. طيب احنا اتكلمنا عن المميزات والحاجات الجميلة في الغرب والدراسة والبحث العلمي واولادنا والحرية. هناك جانب خفي، مش خفي الان يعني، انتم هنا لهذا السبب ومش خفي، ولكن المنتج اللي بيطلع بعد 10 أو 15 سنة، بعد 10-15 سنة في الغرب بيكون كده، عارفين البطيخة، حاجة كده بطيخة يا حمرة ومرملة وطعمها حلو، يا بيضة أرعى. أنا مش محضر إن أقول المثل ده، لكن حرفياً ده اللي بيحصل. يا حاجة تكون في ميزان حسناتك وتبقى مبتهج بيها وفخور إنك كنت سبب، إن الله سبحانه وتعالى جعلك سبب في ذلك، يا إما حاجة تفضل لباقي عمرك تأنى بضميرك وتجد نفسك بتبكي وتبكي لله عز وجل. إنك المعضلة إنك لما تفعل ذنب أو تسيء في شيء أو تكون غير ممثل للمسلم الحقيقي في الغرب، فبتقول يا رب اغفر لي وتدعو الله عز وجل وتجلس تصلح من نفسك وتطور من نفسك مع الزمن. وطبعا باب الرحمة يعني موجود وربنا سبحانه وتعالى يتقبلنا جميعا، ولكن انك تكون مسؤول عن شخص 2-3-4 والمعاصي والذنوب وافعالك بتورث من جيل لجيل، فكما الخير اللي احنا بنغرسه في اولادنا بيورث وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كذلك القدوة السيئة، الأفعال السيئة، المشاكل اللي بيتنقلوها منك أولادك، أظن إن دي أيضا ستحاسب عليه، أظن ذلك. لذلك التربية، أول درس في التربية أن نربي أنفسنا ونحن نربي نفسك. كالطفل بتربيها أبوك، أمك، أهلك، مجتمعك، أخفقوا كتير في حاجات تربوية، كلنا أهالينا أخفقوا في حاجات كتير تربوية، صحيح. إحنا عندنا إشكالية في التربية، أبحاث التربية على مستوى العالم، جامعات بتشتغل تربوية، يعني دائما ما نقرن التربية بالتعليم. فالتربية يعني كم واحد هنا درس علوم بيولوجي او طب وما الى ذلك، ادوله دورات في التربية والتوجيه وازاي التعامل مع الزوجة وازاي التعامل مع الاولاد، ودخل كورس حتى قبل الزواج تأهيل، لا شيء. البرامج التلفزيونية حتى قراءتنا احنا تربوية ضعيفة جدا جدا، احنا بنربي بالبركة. المعضلة الكبيرة ان احنا في بلداننا العربية يمكن بنربي وفي مثلا مدرسة بتساعد، شيخ بيحفظ، جد بيقول له يا ولد اعمل، صديق صالح بيقول له خلي بالك، لكن هنا الموضوع غير، التحديات اللي موجودة هنا كارثية كبيرة جدا وضخمة. وللأسف المنظومة الموجودة الغربية والمنظومة التعليمية كل هدفها، أنا بقول فعلا كل هدفها إن تشيل إيدك تربوي، ترفع إيدك أنت تربوي، سبهولنا إحنا تشكل طريقة تفكيره، نعلمه إزاي يفكر، نربهولك، نعمل لك كل شيء، وإنت وزوجتك ركزوا في الشغل، ركزوا في الفلوس. فأكبر تحدي أنا أراه في الغرب يعني بعد 14 سنة دي، أنا بقول هي الأسرة،
اكبر تحدي انك تقدر تحافظ، تستطيع ان تحافظ على اسره مستقره اطول فتره ممكنه، وليس فقط في الغرب، الان في مصر يعني ما شاء الله شوفوا كل 30 ثانيه طلاق واولاد محاكم ما شاء الله. يعني هي العدوى، هي البدايه بتيجي منين؟ البدايه بتيجي من الغرب، ثم بعد ذلك تنتقل الينا. انفكشن بتبدا نفس القصه، اللبس والبهرجه والبرفيومز كل شيء، هي بتبدا وبعد كده تنتقل. التطرف والحيود الجنسي والانحراف الجنسي والشذوذ، كل ده بيبدا منين؟ وبعد كده انفكشن لحد ما توصل عند، بتتاخر شويه ولكن بتوصل. فلذلك اكبر تحدي لاي حد هنا بيعيش او قرر انه يعيش في الغرب هي الاسره، انه يحافظ على اسرته، خصوصا الرجال. بجد ان عندهم اشكاليه كبيره جدا، لان مربط الحفاظ على الاسره ووحدتها هو الرجل. طبعا انتوا هتقولوا لا ده المراه وهم يرموا عليكم، لا هو الرجل، الرجل اللي عنده المقدره انه يحتوي المراه حتى فكريا، حتى مهاريا، حتى نفسيا، حتى. لذلك تلاقي تجد موضوع القوامه، مش القوامه المتعارف عليها اللي هو الضرب والشخيط واعملي والبسي لا لا، القوامه الرجل، يعني قوامه الرجل في الاحتواء، احتوي ماديا البيت، يحتوي يحتوي. طبعا الان للاسف الشديد حتى الجيل الصاعد عنده اشكاليه في النقطه دي. فاكبر تحدي هو الاسره، لو قدرت تكون الاسره مستقره وتبني الاسره، تفضل سنوات في الغرب بدون ما الرجل ينجذب للعنصر الشقراوي، العينين الزرقاوات والبرفيومات الاجنبيات، يبقى انت ماشي ان شاء الله زي الفل. الاخوات بتجيلهم العدوى من دود 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 اللي بتيجي من واحده تانية مطلقه، وهما ما بيحسوش، يعني ده بيشتغل عندهم. خدي بالك اول ما هتيجي الفرصه، وفي الحقيقه بيبقى الراجل ماشي زي الفل، والله بيبقى مركز جدا في شغله، وده سمتم. يعني انا بقول لزوجتي دايما طول ما انت شايفاني على السوشيال ميديا وفي الجامعه ووقتي كله مغلق استريحي، اول ما الموضوع ده الاقي عندي بس دقيقتين ساعه ساعتين هبدا افكر دقيقتين الساعتين دول هستثمرهم في ايه. لكن طول ما احنا مشغولين في دوامة الحياة فده ممتاز جدا. فالحفاظ على الأسرة، الزوج والزوجة بيكون عينهم دايما، وحتى يعني في حديث عن إبليس الشيطان لما يرجع أعظم شيء عمله في الدنيا كلها يقول له أنا قتلت، شيطان يقول أنا قتلت، أنا ما تركته إلا ما قتل، أنا تركته إلا، ولما يجي واحد يقول له ما تركته إلا فرقت بينه وبقال له أنت 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 أنت، يعني أنت اللي فيهم. لأن اللي بيترتب تبعات الانفصال والطلاق كارثي من الناحية النفسية، والله العظيم لو مين يقول لك ده احنا هنبقى أصحاب ومحترمين بعد الطلاق، وانت تيجي بأدبك وتقابل وانا اجي وقابل، والكلام ده كلام غير واقعي اطلاقا. بيأكلوا بعض بيأكلوا بعض في الغالبية. فدي انا شايفها الاسرة، تمام كده؟ الاسرة، الحفاظ على الاسرة. الغرب مفيش اسرة. افضل منتج عربي اسلامي الى وقتنا هذا على مستوى العالم، افضل منتج ليهم هو الاسرة. انا اولادي بيفتخروا، ابويا مع امي 17 سنة، هاتولي واحد. نقطة قوة، نقطة قوة رهيبة الحمد لله، وهم بيستشعروها لان كل الفصل منفصل ما عدا هم. في المدرسة كلها قلما عدد أسر محدود جدا، 17 سنة زواج مش ممكن، ده لو واخد إعدام كان زمانه خلص وطلع. ففكرة الفكرة صعبة، صعبة جدا جدا لما تيجوا تتخيلوها
لا يعني فعلا هتحسوا انا بتكلم في ايه، ان نعمة كبيرة جدا، ودي من الف النعمة انك تبقى قاعد مع زوجتك في بيت واحد ومعاك اطفالك ولا تستشعر النعمة ان انتوا اسرة متحدة. ومتخيل ان انت مش عامل انجاز، اقول له يا راجل يا راجل استشعر الانجاز، والله بقالك كام سنة متجوز؟ يقول لك بقالي والله 18 سنة. الله اكبر، احنا المفروض نعمل لك تمثال في البلدان دي. فالاسرة نعمة كبيرة جدا 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 جدا. فده أكبر تحدي أنا بقوله، إنك تحافظ على الأسرة. واحد من 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 بعد الأسرة، وهو سبب إنه يدمر الأسرة، التحدي ده، ألا وهو المادية. تسليع كل شيء. أستاذ محمد قابل رمزي جاي من فنلندا، جايب لي هديله إيه؟ هنقعد مع بعض. انا مش بقول هو، لو هو فكر كده، لا، استاذ محمد ده اخ في الله زائر جاي، اكرمه احبه في الله اوقره اقدمه العطاء. كل دي تجد الشاب العربي اللي لسه واصل من المطار يقابلني ويجي اقول له الزواج، يقول لي زوجني يا دكتور هنحرف. هو يجي على نقطه ضعف واقعد الف على المساجد، وفي الاخر الاقيه رايح لاوروبيه. ليه يا ابني؟ رغم ان انا ضد الفكره دي نهائيا. هنيجي على الاشكاليه دي. لكن تجد انه عايز يتعامل مع الاوروبيه عشان خاطر الفلوس، مش عايز يمهر المهر ويجيب بيت ويعمل عفش، عايز ياخدها ببلاش، عايز يهرب من الموضوع ده. طيب مادية المشكلة فين؟ مادية طبعا الأسرة دي بتنهد، لازم سنة 2-3-4 لازم، طالما الأساس مادي لازم تقع. لو بصيتوا في حياتكم داخل أسرتكم، والله كل واحد ينظر دلوقتي يفكر كده، المادية بتشكل إيه؟ هتلاقي إن الزوجة إيه؟ كام؟ دخلت كام؟ جبنا كام؟ المدخرات بتاعتنا كام؟ هننزل مصر الرحلة كام؟ تلاقي ابنك وبنتك المصروف كام؟ مش عارف كام؟ فين بقى العاطفة؟ فين الحب؟ فين القيم؟ فين الإيثار؟ فين العطاء؟ فين؟ هتلاقي إن أكبر كارثة إنك تدخل مثلا مع حد عربي مسلم ويدخل عكاسة يدفع لنفسه وانت تدفع لنفسك. انا بنظر للشخص ده بقعد كده، هو مثلا سبقني، يعني انا في الغالب هحاسب له، لكن هو سبقني وجري فراح حاسب لنفسه واحد، فهو عايز يقول لي رمزي انجليزي. انت بتفتخر بايه؟ انا نفسي افهم انت على ماذا تفتخر يعني. او مثلا يعزم واحدة رؤية زواج ويروح، والله حصل، انا كنت رايح مع واحد يعني رايح يشتري حاجه نص، قلت له بتعمل ايه؟ قلت له فين يا ابني خش هات كده. قال لي لا 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 الشغل ده مش يا عم. انا طبعا قطعت صلتي به، لان الماديه اذا دخلت على اي شيء افسدت اي شيء، اقسم لكم بالله اي شيء. اذا المال دخل القلب لا يمكن يخرج الا من رحم، يعني الا يعني انك فعلا تشتغل على نفسك وتتدرب. هتجد نفسك بتسيب وظيفه تجري الوظيفه، تجري على امريكا، تجري على وظيفه في قطر، تجري على وظيفه في الامارات، مش الفلوس، الماده. وايه بقى المشكله؟ ان الاسباب لا تنتهي. هتجد زوج وزوجه معظم الطلاقات بتتم بسبب الماده. المادة فلوس، جاب كام ما جابش كام، دار عني كام، ودى كام، هو بيحوش ليه عشان التانية، ده بيودي فين عشان هو بيعمل ليه. حتى الأخوات، انت دفعت لأهلك ايه في العيد، انت اديت أقربك كام، والله ده بيحصل. الفلوس، أرجو نجنب أحاديث الفلوس في البيت، جنبوها للأولاد، لأن لو الأولاد شافوا ده هم أصلا منهمكين في المادية.
وانتم نازلين لازم تحاربوا المادية داخل بيوتكم. يعني من الحاجات المهمة جدا انك تدي لأولادك فلوس مثلا وهم نازلين في مصر، وتخليه ينفق ويخرج ويعزم أصدقائه ويعزم أصحابه، مش بس في مصر أو في الدول العربية، لا هنا. تعلموا الكرم. يعني أكتر حاجة ممكن أطلع فلوس لو ابني قال لي أنا هعزم صحابي يا بابا، على طول الفلوس بتخرج له، هو عارف. بدعم فيه الحتة دي، أحارب المادية. لما ياخد الفلوس يفرتكها كلها ويشتري حاجات ببقى مستمتع، وقت أخليه يتعلم إزاي يحافظ على الفلوس. يعني في وقت تعلمه إزاي يحافظ على المادة ويجيب المادة، وفي وقت تخلي المادة في إيده وينفقها ويبعترها. لابد من ذلك. من الحاجات المهمة جدا مثلا إن ممكن نشتري هدايا ونيجي نوزعها، هم يوزعوها على جيراننا الفنلنديين. الفنلندي أول ما تجيب له هدية، لو والله لو بعشرة سنت أقسم بالله. أنا مرة مثلا البارك بتاع العربية بتاعي ما بستخدموش، فجارتي قالت لي، بعتت لي إيميل عايزين نستخدم البارك وإحنا بندفع كذا كذا في الشهر وندفع. قلت لها خلاص اركني. قالت ده سنة أنا هتشيل لك اللي أنت بتدفعه. قلت لها ما تدفعوش أنا هدفعه. قالت لي إزاي؟ قلت لها أنت خلاص. أنا بقول لك الست اللي حد دلوقتي بتشوفني ملاك ماشي على الأرض. عشان إيه؟ مبلغ زهيد يعني في السنة. الناس دي إثارهم سهل جدا جدا، لكن نبعد عن المادية. فلذلك محاربة المادية دي، يعني ممكن في كتب مؤلفة في المادية، يعني إزاي تحارب المادية داخل بيتك وداخل نفسك، وإنك تجعل المال في إيدك. التحديات التربوية بقى دي طبعا كتيرة جدا، منها عندنا الإلحاد، انك في بيتنا ملحد تلاقي زنديق وقاعد معاك واكل خيرك وشارب ومتنعم وهو فاسق حرفيا، والله زنديق يعني فعلا ملحد معاك في البيت وانت ولا حاسس ان البرنس ده في حتة تانية، وانت عمال تجري فين تأمن له الفلوس، وتيجي في الآخر تتفاجأ إنه محمد وبقى ملحد وأحمد وبقى ملحد، وتقول أنا اللي كنت بعمل وأنا اللي... طبعا لأنك أنت ما وزنتش، لأنك جريت ورا شيء نجحت هتعمل فلوس. أنا ليا صديق بعد البوستوك قال لي بص أنت من طريق وأنا طالع أعمل، بيعمل تقريبا 9000 10000 ربنا يزيده طبعا، لكن أسرة، هو على طول في الطيارة. أنا أخد 3000 4000 لكن أقعد في بيتي مع أولادي وكل يوم ألعب معاهم ونخرج. هذا ده فلوس، ده استثمار. بدل الفل أنا أشتغل بارت وزوجتي تشتغل بارت، مفيش مشكلة، ونيجي على نفسنا ونعيش حياة ضيقة أفضل بكتير جدا وراعي أسرتي. ده توازن دائما أنا أتحدث فيه. الإلحاد، الشذوذ، الانحراف الجنسي والمشاكل الجنسية دي كارثة في الغرب. الأولاد بيتم برمجة أدمغتهم. المناهج، انتوا عارفين الزن على الودان أمر من السحر؟ هم فعلا كل يوم مدخلات صور راجلين بيبوسوا بعض في الشارع. احنا عندنا الله في فنلندا تلاقي البتاع نازل ما شاء الله. فطبعا انا لازم اوضح لاولادي انت كمسلم ازاي تفكر، ازاي تتعامل معاهم، ده لازم. ازاي المدرس لما يشرح حاجه زي كده هتتعامل انت ازاي كمسلم، مش بقى انك تطلع وتهيج وتموج، مش كده خالص. الموضوع عقلاني وبسيط جدا. وفي برامج عندكم الدكتور فاضل سليمان يعني في الطرق والمناعه من الالحاد، وفي برامج اسمه يعني انا اشرفت عليه وما زلت يعني اسمه بناء شخصيه الطفل المسلم في الغرب. ده يعني برنامج كبير جدا التحق به اكثر من 600 طفل على مستوى العالم، نقاشي بحت. الاطفال بتتناقش وناس تجاوب، ناس تتناقش وناس تجاوب، عقلاني بحت. زي تتناقش في الأمور، التطور مثلا من الحاجات اللي بيشربوها شرب
ان انت اصلك قرد وان انت اصلك لازم تشربها، والخليه الواحده والسمكه والحاجات دي، وتيجي ابنك يساله اي سؤال ما بيردش، هو راخر مدرس الاحياء والعلوم حافظ. فتخيل بقى لو ابنك مثقف وانت مفهمه. وكان في بوست كتبته في مره، وكان اشرف هو سبب معرفتي بيك من 3 سنوات يا باشمهندس اشرف، وكنا بنتكلم على الاقناع. كانت بنتي دخل معاها ملحد واتكلم معاها في المدرسه، فقعدت ترد طق، جابته دخلته في ركن. فانا بصراحه جت بتحكي لي، فانا انبهرت، لما ما شاء الله انت جبت. قالت لي ده الدكتور ياسر، كنا في درس العقيده يا بابا، كنا اتناقشنا وكنا وصلنا للموضوع ده. حاجه بسيطه ممكن من سنه والراجل اداها، بقيت في ذاكره الطفل. فالبرامج دي مهمة جدا 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 عشان التحديات دي، وهنيجي للموضوع ده. فالتحديات احنا اتكلمنا على المادية والتسليع، وقلنا ان احنا بنفتقد للمجتمع التراحمي والاجتماعي، تطرقنا للإلحاد والتطرف الجنسي، وتطرقنا لحتة بقى انا يعني هي دي، ونيجي بقى للحلول. تطرقنا لحتة مهمة جدا، ان الولد بالظبط يعني، تعالى تعالى حبيبي تعالى، ان شاء الله انا سعيد ان انت فهمتني عربي، اقفن اهو اقفن، انا بالظبط كده، انا البيت والاسرة، واو اقف بقى كده بالجنب بالجنب، ايوه بالجنب ده او بالجنب ده مش تفرق، هات ايدك اهو، انا همسكه من هنا ماشي، وحد تعالى يا اشرف، انا عارف ظهرك واجعك بس خلينا اتعبك معايا، تعالى يا استاذ محمد الله يبارك لك، تعال 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 وتعال تعال انت يا سفيان، امسك برضه امسك من ايده كده، امسك من ايده، ايوه كده، ده المدرسه اشرف الضخم ده، المدرسه الولد ده بيقضي كام ساعه في المدرسه بالظبط كده، كام ساعه بتقعد في المدرسه انت؟ 8 12 في المدرسه 8 ساعات، ادى 8 ساعات طاروا في يوم، طاروا هو مع اشرف. سؤال بقى، وده صحابه بعد المدرسه واللعب والخروج والطريق رايح وجاي، كام تقريبا مع اصحابك في اليوم بعد المدرسه؟ ساعتين مثلا، 3 ميبي، ربما ساعتين 3، ساعتين 3 كده، يبقى احنا دخلنا في كام؟ 8 و3 11. طيب نيجي بقى هنا، ايه الثالث؟ الميديا، تيك توك، بتقعد قد ايه على التيك توك بصراحه؟ طيب انت بتلعب بلاي ستيشن ولا لا؟ طب بتشاهد تلفزيون ولا لا؟ انت سلفي يا ابني وهابي، امال بتعمل ايه في وقت فراغك لما ومعكش موبايل؟ انا هعمل حركه والله العظيم، لو فتحت وطلعت من الموبايل كام ساعه بتشوف هعرف دلوقتي، وهجيب لك تخليني اعملها. بتشوف الموبايل كام ساعة؟ هتقول ولا أقول ولا طلع الموبايل؟ هدخل على الموبايل هيطلع لي أنت بتقعد كام ساعة بالدقيقة بتفتحه في اليوم الأفرج، هجيب خلال 10 أيام، أنا يعني تربوي قديم يعني. فأقول تقريبا ليك كام ساعة على الموبايل؟ قول ساعة، أدي الساعة، حلو كده. أنا بقى أبوه وأمه لا هينام، أنا بقى هقضي معاه كام عشان اربيه؟ اللغه العربيه هياخدها منين ده بقى؟ ان شاء الله حطوا نفسكم والله مكانه، هيتعلم فين اللغه العربيه؟ ودول كلهم ما بيدعموش الموضوع ده. طب مين بقى اللي هيربيه؟ اكتر واحد هيربيه مننا اللي بيقعد معاه اطول وقت ممكن، اللي هو مين؟ المدرسه، يليه الاصحاب، يليه الميديا. بس انت بقى فين دورك؟ وزوجتك فين دورها؟ ومن هنا تتشكل شخصية، اسمك ايه؟ مهند. وهنا تتشكل شخصية مهند. مهند يجي بقى بعد 10 12 سنة كده يكبر ويعبر عن نفسه وعن الايدنتيتي بتاعته، انا بحب المجموعة دي ولا انا انتمي للثلاثة دول؟ 18 سنة باليوم، وتجد مهند يقول لك أنا مثلا بريطاني، أنا فنلندي، تبا لك وللعرب. عادي جدا، أنت مش تعمل كده مهند طبعا، أنا هنعرج
انت عشان موجود معانا هنا يعني. فلذلك البطيخه دي 18 ويوم ناس عملوها وجم بقى خدوا عيالهم بره، راحوا واخدين الباسبورتات وطالعين على كندا. قال له ده عند جيرل فريند، بعتت له عن طريق السفاره طبعا، طلعت مفيش فيها مشكله يعني. والعيال عارفين بيطلعوا زي اذكى مننا بكتير جدا الجيل الجديد. سيطره ومش سيطره ده تنسوها يعني، ده احنا اتربينا على ده بالشده والعنف والقسوه والكلام ده، الكلام ده مش هنا خالص. هو فاهم كويس قوي وعايز ايه معظمهم يعني، واعي وبيقيمك وبيقارنك بالثلاثه دول، الثلاثه دول بيأثروا عليه وانت بتأثر عليه. افضل طريقه تربويه ان مهند يحبنا، اذا حبك هياخدك قدوه، اذا اعجب بشخصيتك بغض النظر انك ابوه او امه، اذا حب الدولة وحب المجتمع وحب المدرسة وهم حببوه فيهم ببرامجهم وانشطتهم، هم اللي هيربوا الولد. هيعبر عن الايدنتيتي بتاعته بعد ما يكبر ويكون عاقل وفاهم هو بيقول ايه، هتلاقيه بيخرج بشخصيته ويقول الى اي انتمي. مهند انت منين اصلا، او انت اصلك ايه، او بلدك ايه يا مهند؟ انت مصري. طب انت بريطانيا يا مهند؟ لا. ليه؟ انت مولود فين يا مهند؟ يا راجل انت جاي بقالك قد ايه في هنا؟ ايه 5 سنوات ما شاء الله يا مهند. اه مهند على طول مصري. انا ابني مولود في كيل في المانيا، كتبوه ادوا له في فنلندا الورقه، انا مصري. هو بيعرف بعد ما يكبر، طول ما هو ماشي بيعرف. مرة البنات كانوا يقولوا لي ألمان فنلنديين، ألمان مصريين، بعد كده دلوقتي مصريين يا بابا، بيموتوا في مصر، بيسحبوني نعيش في مصر. ليه بقى؟ هم اللي اختاروا، هم اللي حبوا المجتمع ده، الزيارات، الأهل، الأكل، الاجتماعيات، هم اللي بيطلعوا الايدنتيتي بتاعتهم. لازم من جذور، اي واحد من حضراتكم متخيل ان يقطع الولد من جذوره يبقى لازم هيدور على جذور. ولا يمكن في الغرب هيتم الاعتراف ان الولد ده بريطاني، ولو حتى مولود، لا الشعر لا لون العينين ولا حتى الاسم، لا يمكن. فلذلك يتخرجوا مشوه نفسيا، لا هو عارف فين الجذور بتاعته ولا عارف امتداده لحد فين. يا إما تبنين عارف جذوره فين، وأنا بلدي مصر، بلدي لبنان، بلدي كذا، وأنا هنا بتعلم ومغترب مع أبويا وبنسعى في الأرض ونحن دعاء إلى الله عز وجل وسفراء لذلك، وخلصنا والقضية خلصت. بعد كده بقى هندخل في الحلول، نبدأ في النقاشات. أنا عايزين أسئلة في النقاط اللي احنا شرحناها. تفضل. طيب شوف، هذه إشكالية أخي الكريم كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام، أنا هنجيب حد نتكلم عنه، كان انتماءه لأي بلد، محبته كانت لمين، جبل على محبة مين؟ ولولا أهلك أخرجوني منك ما خرجت. مكة نقشت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، للبلد. دي فطرة، دي فطرة. التعريف، تكوينك كبشر مبني انك هترتبط بالمكان. العقيدة والارتباط والاعتزاز بالهوية الدينية وبالإسلام والافتخار موجود، ولكن موجود أيضا أين جذورك؟ إلى أي مكان تنتمي؟ لذلك أنا ضد تماماً أن يتم الحديث على بلدك أو أي بلد من الدول العربية مهما كانت المشاكل فيها بشكل سيء أمام الأولاد. لا يمكن، لا يمكن، بمساوئها هي بلدنا ونحن نعتز بها كما هي ونحاول أن نصلح بقدر المستطاع، لكن تقطيع الجذور كارثة بكل المقاييس.
ستدفع ضريبتها. شوف هقول لك الإشكالية فين. سيجلس ابنك في فصل فيه 20-30 طالب بعد الأجازة الصيفية. شوف هعرفك كم المعاناة والحرمان. وتجد أنا زرت عمتي في جنوب فنلندا، والتاني زرت خالتي، والتالت رحت لبلدي للبيت اللي أنا اتولدت فيه في قرية كذا 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 كذا. وتجد ولد تاني جاي من الهند، أنا زرت مع أبويا قعدنا شهرين في منطقة كذا وزرت كذا، عمال يحكي. وتيجي على ابنك، كنت فين أنت؟ عايز يطلع يتكلم عن بلده واللي زارها واللي شافها، وبيروح يزورها ويضحي فيها وعمل فيها أضحية وصلى العيد فيها وزار فيها شواطئ وقابل ناس وعمل فيها اجتماعيات. عايز يتكلم عن ده، عايز يفتخر به. ده مطلب، ازاي احرمه منه؟ وحتى لو حرمته منه هيبقى قاعد مخنوق متمرد ملوش جذور. هو لا ينتمي للمجتمع الألماني ولا مجتمع الفلاني، وكل اللي في الفصل منتمين، كلهم منتمين، كلهم منتمين لبلد. اللي جاي من الشيشان، اللي جاي من أفغانستان، اللي جاي كل واحد عنده بلده وبيعتز بيها، وكل الناس بتعلم لغة أهلها أصلا. ده مطلب نفسي، فلا يمكن نسقطه في التربية، لا يمكن نسقطه، لازم ونقوي جدا. يعني أنا من أسعد اللحظات عندي مثلا إما يجي فوق من المدرسة الألمانية يبيت معانا بنات، طبعا مع بناتي في أوضهم، بييجوا بيبقوا صايمين و19 ساعة صيام، نفسهم يتعلموا، فأولادي يقول لهم تعالوا افطروا معانا، أنا بحب ده. فالأولاد يجوا يصوموا ويجوا ساعة الفطار، ومنهم اللي بتبقى عندها دواء وتقول لها خدي ما فيش مشكلة وتكمل، وأنا ينفع أكمل صيام واخد الدواء؟ تقول لها مش مشكلة. بس هم نفسهم يشاركوا بنتي مثلا رمضان، لما بنيجي بنعمل أكل مصري، بنتي تعتز بمصريتها. الأولاد وهم قايمين تحت، ده تكوين نفسي، صحة نفسية لطفلك أصلا. الولد يعتز إنه مصري، أكله مصري، لبس مصري، الدين اللي بيعمله أهو الصيام عشان نساعد الآخرين، عشان نحس بالفقراء. فده جزء من التكوين بتاعه، ازاي احرمه منه؟ مهما كان بقى هم سجن وعمه وخاله، واللي طلع بسبب اللجوء واللي طلع انا عارف والله مقدر ان كل واحد وراه قضية ومشاكل كتيرة جدا، لكن حقيقة الطفل ملوش اي ذنب في ذلك. انا ممكن احدثه عن السلبيات لما كده، اقول له والله كذا، هو لما ينزل معايا يشوف السلبيات اقول له طبعا انت عارف كل المجتمعات هم بيقدروا، بس في الاخر في تعريف نفسه لازم يقول أنا مصري، هو أو لبناني أو سوري، لازم يعرف نفسه، لأني مفيش بديل، للأسف مفيش بديل معايا، وهي دي الحقيقة. فبالتالي أتمنى أكون يعني الحتة دي حتة صعبة، أنا عارف كويس أوي، لأن الناس متتخيل أن الانتماء لله ورسوله وللمسلمين وأخوة الدين أعلم ذلك، وده بنقول لأولادنا وأنا دايما بكتبه أصلا. ولكن جنبا إلى جنب، جنبا إلى جنب، الجذور، التربة، الأرض، أنت من أين؟ امتداد جذورك لا يمكن هتتقطع، لا يمكن. خلينا نقول انتماء اجتماعي، إيه انتماء اجتماعي، انتماء وطني، براحتك عرفه زي ما أنت عايز. بس أنا يعني وضحت لك الإشكالية فين وتوابعها على الطفل ده قدام، نفسية كبيرة يعني. حتى دول الناس اللي عاشوا في السعودية يعرفوا، أو والله اللي عاشوا في الخليج وتولدوا في الخليج عارفين الكلام ده، ما يقدرش يقول أنا سعودي والله لو تشقلب ولا يعرف ياخد الباسبور أصلا، وبيتكلم أفضل منهم لهجتهم. Identity problem، هو عنده مشكلة في تحديد هويته. الولد ده بيبقى مريض نفسي أصلا، ليه تطلع ابنك مريض نفسي يعني؟ معايا؟ اللي عنده اسئله يا جماعه الاخوات بالله عليك، عشان احنا يعني ينفعش عندكم اسئله تفضلوا والله اسالوا اي سؤال. مفيش اسئله؟ والله خوفتوني اقسم بالله. ثواني هتسوق هتسال اهي. انجليزي؟ ما في مشكله.
لا اتكلمي عربي. نعم مفيش مشكلة. بالنسبة أنا بتكلم عن حياتي في رفض. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. مرونة مرونة. نعم. نعم نعم. والله أنا عم تحدي مع نفسي، حاول أروح الجامعة وأتعلم كيمياء وشيمياء عشان كل شيء عشان أحاور معه، لأن الحوار بالدين. نعم. يعني هو نجح في الفترة الأولى. نعم. لما كانوا صغار، بس لما يكبروا. نعم. الآباء لازم يطوروا المعرفة. أنا كنت بجيبهم المسجد وعامل حساب على المسجد. نعم. بالواقع 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 هذه كارثة. نعم. أنا سأتي للنقطة الآن في الجزئية دي. أولا بارك الله فيك. في شيء تاني أنا وضحت بالنسبة لي. الإشكالية الكبيرة إن موضوع الشخصيتين ده كويس أنا ما ذكرتوش، أنا قلت بعد الـ18، لكن حقيقة هي أثارت نقطة إن الولد يعيش بشخصيتين، عارفين اللي هي بتحط الإشارب والحجاب وأول ما تدخل البيت تدخل وتفضل كده لحد ما توصل 18 تختار، ففي شخصيتين كده. أنا قلت بتربي ملحد وقعد في البيت وفي أوضته وأنت الموضوع وظاهري بيوري لك كل حاجة. النقطة دي أنا شايفها ويعني شايفها محتاجة شغل نشاطات. الولد لازم أنا يعني مثلا مشكلة عندي إنه الدور المسجد يبقى ديني بس، انا عندي دي اشكاليه كبيره. لازم ارسم الون، لازم اخدهم اروح جامعه اتفق مع استاذ جامعي. يعني انا دايما اقول لهم يا جماعه تعالوا عندي المعامل في قلط، والله يعني احنا عملنا جمعيه عشان ناخد طلاب المسلمين، والله ندخلهم انا كان عندي طلاب المدرسه الالمانيه الاسبوع اللي فات معايا، يعني زمايل بنتي هي اللي نظمت الرحله، وكانوا حوالي 30 طفل طالب وطالبه جم عندنا قضوا لهم ساعتين في معامل من افضل معامل الارض في النانو مايكروسكوبي سنتر، وانا اللي شرحت وعملت لهم التجارب وتبسيط العلوم. اقول فين بتوعنا وانا موجود؟ يعني انا هوافق هجيبهم، انا اللي بنتي اصلا اللي جاب المدرسه الالمانيه عندنا في قلطو عن طريقي. يعني مفيش عندهم اشكاليه، دور المجتمع عندهم مشكله في ده. لما بنقول لهم هاتوا الاولاد يلعبوا كوره يلعبوا، ما يجوش عشان نكلمهم في الدين. اكثر شيء تربوي تعمله في حياتك انك تعلم ابنك وتربيه وانت بتلعب معاه بالقصة، وانت قاعد على الترابيزة بتاكله بتحك وتاخده كده تتكلم عن الولد اللي هو الملاكم اللي دخل الاسلام ويقعد هو ينتقد وانت تنتقد يطلع اللي جواه، وانت عمال تقهقة وتضحك ويتقهقة. اول ما يضحك وينفتح كده كأنك صديقه تعرف ان انت بتربي صح.
أول ما يتجنبك وما يفرحش معاك ويضحك ويقعد بقى كده، عارفين لما تيجي، عارفين الكورة لما تبقى مليانة تروح جاي مفسي كده، يبدأ ريليزنج للإير كده. لازم الأب والأم يوميا يقعد ينصت ويقعد يحكي ويصاحبه عشان الواد يفرغ الحاجات دي، البدايات اللي هي جات دي اللي حضرتك شفتيها بعد كده، دي ما جاتش فجأة، دي اتبنت على سنوات البرامج. يعني انا كنت كل حاجة باخدها على صدري، اقعد اعلم عربي، اقعد اعلم قرآن، لا انا بقيت صاحب وصديق ولعب وتهريب. ورحت جايب واحد عاملين له برنامج وانا اللي مصمم البرنامج، وعارفه هيشتغل على المادية ازاي، وعارف هيشتغل على الالحاد ازاي، وعطت له هيشتغل ازاي على العاطفة، وازاي يقوي عنده، ازاي يقوي محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، ازاي يقوي محبة الله جل جلاله في علاه في قلبه. هو الواد يحب ربنا ازاي؟ انا نفسي هيحب الرسول ازاي بقى؟ ولا شافه، ولا احنا درسنا كتير جدا في مدارسنا، هو مفيش خالص، هيحب النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ فبالتالي لازم ادخل بالقصص، وده اللي انا جاي فيه. انا جاي عشان محدش يرجع يوصل للنقطة اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي وينشأ عنه الموضوع. ولازم سنسور، لازم في علامات تبقى انت شايفها ان الولد بدأ يتجنبك، يتجنب امه، ما يتكلمش كتير، ما يعبرش، ما يصاحبكوش ويخرج معاك، وما تروحوش تلعبوا كورة، ما تروحوش تعوموا سوا. لو بدأ ده ما يحصلش، تعرف ان انت في كارثة تربوية هتحصل، هتنفجر في يوم من الايام وانت مش عارفها. وصلت؟ اول ما يعزل تعرف ان في كارثة. هو الناحية التانية خدوه من الاخر، انما اول ما تلاقي طفلك انت احب الناس له وعمال يعبر ويتكلم ويحكي ويجي البيت واحضان بقى وشغل، ده يا جماعة قصة قبل النوم، انتوا مش متخيلين مدى تأثير القصة قبل النوم دي. انا كنت بعذب اولادي، بعاقبهم بالقصة قبل النوم اني ما احكيهاش، العيال تعيط عشان القصة قبل النوم. اغرس بقى القصص القرآني، اغرس محبة النبي عليه الصلاة والسلام، اعمل كل حاجة نص ساعة يوميا كتاب واحكي باللغة العربية الفصحى وليست بالعامية. كل يوم اخر صوت يسمعه ابنك في الدنيا يكون انت او امه وليس شيء اخر. ده مهم جدا. كل يوم نص، خير العمل ادومه وان قل. ده بيشكل تفكيره وعقله، القصة، التربية بالقصة. دايما اتكلم على الموضوع ده. فالتعبير ده في التحديات. طيب نرجع في اسئلة تانية، فانا لازم تستعيني بشخص احترافي، ما تشيليش كل حاجة. يعني انا مش عشان بقى دلوقتي هجيبه من الالحاد، لا، لازم تدخل، لازم ادخل في برامج. خدي بالك في وقت من الاوقات حقيقي، ومعظم الوقت اولادنا ما بياخدوش مننا، لانك معاه زهق منك ومن توجيهاتك ومل من انتقادك انت وامه، ياخد من الغريب وما ياخدش منك. وصلت؟ دي مهم جدا. فلذلك اشراك ابنك في بيئة، المسجد، درس اللغة العربية، درس بناء الشخصية المسلم سواء اونلاين او اوفلاين، الحمد لله كل حاجة دلوقتي متوفرة. المدرسين، يعني انا بعرض اسماء ناس كتيرة بيدوا لاولادي، وبقى لهم 3 أو 4 سنوات شغالين معهم، وانا شفت الثمرة، رأيتها بأم عيني الحمد لله. البرامج وبسيطة، يعني انا ما عملتش اللي ولا عقدتش الاولاد، ولم يعني لم اضغط عليهم نفسيا، لا لا لا، اصحاء الحمد لله. اول سنسور النهاردة، الكل بيبتسم، الكل بيضحك، الكل بيعبر، الكل بيتكلم، الكل بيفضفض، حتى لو بنتي اتعكست. يعني بنتي مرة ولد الماني حب يعمل معها علاقة، جت بخلصانة من الضحك. طبعا ما هي محجبة الوحيدة في المدرسة هي واختها، فبتقول لي جاية بابا عايز يعمل معها. فدي لحد في حد ذاتها، ده انا كنت سعيد لما درسوا بيديوفيليا، جابت لي الكتاب، قلت اتفضل درسنا النهارده 3 أو 4 سطور بيديوفيليا دول،
اتفضل. وابهات المدرسين وعمل ايه 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 ده؟ هل ممكن يدرسوا بيدوفيليا؟ طب وليه المدرس؟ هو ده العيال تخرج وتدي اسرارها وتتكلم معاك كصاحب وصديق، لا في اهانه ولا في ضرب ولا في تعنيف ولا 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 ولا. الولد يختار دينه، يختار، انا بقول اهو يختار دينه عن حب. ودايما سؤال اكرره اي تربوي في الدنيا لازم يساله لنفسه، لو انا قدر الله لي اني مت هنا دلوقتي انا كرمزي، اولادي دول هيكملوا على الاسلام والاسس والقواعد ولا هم اصلا بيعملوا ده عشاني؟ هو ده السؤال مهم جدا. انك لو هم تركوا بيتك وانت او مت او انت وامهم، هل الاولاد مقتنعين اصلا باللي هم بيعملوه ولا لا؟ فالاقناع مهم جدا والنقاش. ودايما اقول المتخصصين، دكتور فاضل سليمان له باع كبير جدا جدا في المساله دي، انا بتعلم منه، والناس المتخصصه في العقيده، بس مش اي حد، لازم عقيده بالذات، لان اشكاليات العقيده كلها هي اللي بتتضاد وبيحصل ما بينها اشكاليه مع موضوع التطور والالحاد والشذوذ الجنسي. والمشكله ان احنا عندنا مدارس بقى، المدرسه السلفيه، المدرسه الوهابيه، فطبعا ده في حد ذاته اشكاليه. يعني انا الحاجات دي كلها بتؤدي بفكر الطفل ان هم يضحكوا عليه، يعني لو غرست فيه حاجات معينه يتناقش بيها بيضحكوا عليه في المدرسه، لو ما اتكلمش بالعلم وفاهم هو بيتكلم في ايه هيضحكوا عليه وهيبقى مسخره وكل شيء هينقلب لضده. فاختيار المتخصص شيء مهم جدا جدا. انا جايب دكتور صيدلي بيدرس عقيده، دكتور صيدلي بيدرس عقيده، ببعت له حاجات يشاهدها، بيقرا في البيولوجي، ببعت له ابحاث يقرا فيها في التطور، في الشذوذ الجنسي، هعمل ايه مع صديقي؟ يعني كانت اشكاليه كبيره. لازم تعلم ابنك كيف ساحترم الانسان ولا احترم السلوك، ولا اتقبل السلوك، اتقبل الانسان واحترمه، ولكن السلوك شيء اخر، من حقي ان ارفضه كانسان. فالولد لما يرد قدام المدرسه بالقواعد اللي هم بيفكروا بيها تلاقي الكل يصفق. انت كانسان انا احترمك، انت خلق من خلق الله عز وجل، ولكن السلوك انا غير مامور، لا تجبرني ان انا ارفض توجهك او لا اقبله او لا انتمي له او لا احترمه، دي حاجه ترجع لي، هذا حق في اختيار ذلك للسلوك. لكن انت كشخص لك كل الاحترام كانسان. فدي فكره يعني مهمه جدا في التربيه في المشاكل اللي بتبان. طيب اتفضل، عندك سؤال؟ اتفضل. انا جاي من برمنغهام، السفريه المفروض تستغرق ساعتين، اخذت اكثر من 4 ساعات، داخل متاخر ومش عارف حضرتك اتكلمت في ايه يعني. نعم. بس كان عندي سؤالين. احنا بنسجلين، لا تقلق ان شاء الله، لا تقلق، اني احبك في الله. والله انا سعيد ان انت جاي المشوار، انت ابعد حد جاي من برمنغهام؟ 4 ساعات؟ اكثر من 4 ساعات، ما شاء الله ربنا. في حد جاي من ابعد من برمنغهام؟ انت جاي من ايه؟ ايه؟ برادفورد. ده بقى كام ساعة؟ خلونا بقى بالساعات، كام ساعة صفحة؟ خمس ساعات بالظبط ونص. لا والله أنا بفرق عليهم عافر في مصر، يعني ناس كانت جاية 15-16 ساعة أهدتهم كتاب عافر، لكن للأسف أنا جاي ريان إير، راجل فقير يعني، فجاي ريان إير، فريان إير كويس أوي إن طلعوني بالبليزر يعني. فلو دخلت بشنطة كنت عايز أجيب شنطة، يا دوبك جايب شوية شوكولاتات كده، ولكن صعب أوي إن أنا أجيب حاجة. لكن جزاكم الله عنا خير، وانا سعيد والله ان انتوا جايين، دي حاجه جميله، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا حاجه. بس اتفضل. سؤالين، يعني سؤال عن فضل الوقت والصحبه الصالحه. نعم. اولا يعني ازاي بتنظموا وقتكم ما بين المسؤوليات، يعني الشغل والعيله، وعندك حاجات معينه عايز تتعلمها؟ نعم. من دكتور فاضل او اللغه العربيه والحاجات كده. نعم. وعندك كمان طموحات
سفر وشغل فلوس بقى. دي حاجة. نعم. نعم ممتاز بارك الله فيك. التدخل بخصوص التربية. نعم. احنا من اهل هولندا. من اهل هولندا. نعم. رحنا مصر نعيش تقريبا 11 سنة عشان نتعلم اللغة العربية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لما جيت برمنغهام شفت عيلة صومالية. نعم. هم طلعوا من انجلترا. نعم. العيلة بيتكلموا سبيس تو. هنتكلم عن الموضوع ده. نعم لازم تسافر. نعم ده حقيقي. وجدنا اناس يعني حفظوا القران الكريم وخطباء ومن الغرب، يعني الغرب فيه طالع جيل رهيب كدعاء الى الله عز وجل، يعني المنتج بتاعه المسلم حاجه في منتهى الجمال، ابداع، لانه بصراحه عنده الحريه اختيار دينه. وانا لا اجد عزه للمسلم بصراحة بدون ابتلاءات في الغرب، يعني عزة كده انك تعدي على البيوت الدعارة كده وتعدي وانت تختار انك ما تعملش ده حسبة الى الله عز وجل، فاجد حتى الابتلاءات الاخرى فتجد نفسك كده عزيز بدينك. والله نعمة كبيرة، اسأل الله عز وجل يعني انه يجازينا عليه. فالمنتج في منتج تربوي رائع، وهنيجي على الحلول ازاي نوصل للمنتج ده ان شاء الله رب العالمين. طيب انا هخش في الحلول وساجيب اخي الكريم بعد اللقاء. بالنسبه لل انا سالت سؤال وهساله دلوقتي، ايه ما هو اهم عامل يجب ان تاخذه في اعتبارك في التربيه ابدا ما حييت في التوب بريوريتي؟ القدوة. نعم القدوة برضه. طيب عشان الوقت هحلها لكم. افضل شيء، لان انا نفسي بحثت في الموضوع ده، ويعني على 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 مدار 10-15 سنه ببحث في يعني ما هو الشيء فعلا اللي لازم عيني عليه دايما وانا بربي في الغرب، هو قوه الشخصيه. فكروا فيها، قوه الشخصيه. لا يعارض، احنا عايزينه يعارض، ما دي الكارثه بقى، احنا مش عايزينه اصلا ياخد ويسمع، فيجي له واحد يديله وما ينتقدش ويرفض، ده دي مصيبه لو هو ما عارضش. قوه الشخصيه لازم اي مربي، انتوا عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، ليه؟ عمر بن الخطاب. ازاي تفهمني طفلة 12-13 سنة وهترتدي حجاب وهتدخل قدام المدرسة كلها بدون قوة شخصية؟ ازاي هتطلع تقول انا شايفة ده خطأ وده رأيي عشان خاطر ده بيتعارض مع كذا وكذا 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 وكذا؟ قوة شخصية. ازاي الولد لما يجوا صحابه يقولوا تعالى نضرب تعالى نشرب تعالى تعالى تعالى، قوة شخصيته يقول لهم لا انا ما اعملش ده انا مسلم، عنده شخصية انه يرفض مش امعه ما يمشيش معاه. قوة الشخصية. وقوة الشخصية اللي بيشكلها البيت، يا اما تعامله كبير حر تديله مطلق الاختيارات حتى الوان هدومه حتى اكله اللي بياكله. الأمهات تصر لازم تلبسي اللون ده النهاردة، يعني لا انت ليه لازم تكسريه؟ ليه لازم نكسر؟ ليه لازم اكسره انه عايز ياكل؟ هو عايز ده ما اعملهوله انا، ايه المشكلة؟ دي قوة شخصية.
واحنا اللي بنكسرها. والمشكله احيانا نشتري خيارات هاجي للنقطه دي انا حلتها. خيارات، الخيارات. انا دائما لما اجي الفخ اللي بعمله لاولادي في اي حاجه هو الخيارات. ده الفخ بتاع بابا معروف ما بيخرجش مني، ما فيش ولد عندي يخرج بره الخيارات. تحب تاخد درس العربي ساعة ولا نص ساعة؟ شفت؟ نص ساعة. البس. تحب النهاردة تلبس الأخضر وبكرة الأزرق وبعده الأسود ولا العكس؟ يقول لي لا النهاردة الأسود وبكرة اللي هو ما بيلبسوش خالص وكره هيلبسه بس بكرة، ونتفق. البس. خيارات. خيروهم. انا ايه المشكله ان اخيره؟ طيب تحب تاكل ايه؟ احنا كده كده قواعد البيت ان هنطبخ ده النهارده وده بعده وده بعده وده بعده. تحب انت نرتب لك الدنيا ازاي؟ خلوهم يختاروا. هنذاكر، لازم اخش انا افرض سيطرتي واقول ان قوتي انت لازم تسمع الكلام. ما هو يسمع الكلام بطريقه معينه، هو عايز حرية. الأولاد لما بتخيروهم بيحسوا انه صاحب قرار. انتوا متخيلين؟ يعني انا مثلا في البيت دلوقتي بتحرك في الانتقال لدولة ما خليجية عشان التربية والإسلام والدين وكده، محتاج يعني محتاجين نسمع أذان وكده. بقعد معاهم والصغيرين نتناقش واقنع ويقنع ويقنع ويقنع، اطلع على الكبار يقولوا ويقنعوا ويقنعوني، اخش على مراتي تقنع، ومداولات شغالين بقالنا تقريبا 10 ايام في القصه دي، واسمع وادي. في الاخر هو قرار مين وانا عارف وهم عارفين؟ هو قراري اصلا من الاخر، كلهم عارفين من يوم زواجي قراري في الاخر. ولكن في فرق ان خرج القرار وهو بيعبر عن المنظومة والبيت كله والكل مبسوط لأنه كل واحد له مطلب. يعني اللي هيجي يقولك أنا مش هروح عشان لازم السنة وبتاعتي هنكمل، انت السنة ما تقلقيش لن تنقلي قبل السنة قفلناها. التاني مش هروح غير لما أكمل على اللغة الألمانية ومدرسة الألمانية، هكمل لك ألماني خلاص. اللي بعده ايه المفايدة؟ من عندي أصحابي، ها آيفون 16 أول ما نوصل، ها وعربية وانت 16 سنة. أيوة أيوة. في الآخر كله يقول لك كله مظبوط، ها يلا اشربوا بقى. هي دي الفكرة، هو دي الفكرة. انت بتمشي، هي ايديولوجية البيت بتتحرك بالسياسة كده، هي سياسة واختيارات. ادي بس مساحة. اتفضلي. طبعا طبعا هيخضع لكل شيء. نعم صحيح صحيح. كل ما يعارض ولا يتوافق معاك اول شخص تلومه نفسك، ما عندكش المهارات انك تقنعه. احنا بنجلس على الترابيزه، اولادي بيزعلوا لما بتكلم في التربيه واجيب المواضيع دي ويقول لي خف علينا شويه. من الحاجات التربوية المهمة انك تجلس جوه البيت وتخليهم ينتقدوك ويشتموا ويقولوا اللي نفسهم فيه. والله انتوا ما انتوا متخيلين. مش بيشتموا يعني، لا، يخرب بيت الفيسبوك اللي بياخدك مننا، انت بتسيبنا والتاني تقول لك انت. لازم يعبروا وينتقدوا، وبقوي فيهم ده اكتر شيء. لما بعمل مثلا تمثيليه مع زوجتي وعلي صوتي واتخانق وابني يخش فيا يجعر، انت في ايه وانت مفيش حد مالي عينك ولا انت بتعمل معاه ليه كده، واقول له طيب، وابدا الين واكبره واقدره للموقف اللي عمله عشان ابني فيه الشخصيه دي، لان لو كسرتها فيها هتتكسر. فلذلك الموضوع التربوي دايما بنرجع، وخدوا بالكم الضحك والتهريج والفكاهة واللعب هي دي التربية،
مش التربيه الوش الكشر والعقده البوز والاب وانا ابوك وانت امك واحترم نفسك يا ولد وقف مش متني وطولك وفرده، ده كلام لا علاقه. انا بقول وشوفوا قصص النبي عليه الصلاه والسلام وسيرته، هتتعلموا النبي عليه الصلاه والسلام كان باسم ضاحك بيلعب معاهم رياضه ويشيلهم حتى في الصلاه. احنا منين ورثنا الغلظه؟ وخدوا بالكم برضو الحس عشان نكون واقعيين، يعني اذا قلت الكلام ده لازم يشوفوا دراكولا في وقت من الاوقات. لو عملوا حاجات معينه تجاوزوها بتبقى انسان تاني كمربي، بتبقى ام تانيه ليهم، فعلا بيشوفوا شكل ما شافوهوش طول حياته. وهي دي التربيه. ما بين ده الدكتور مجدي عندك سؤال، الله يبارك في عمرك، اتفضل اتفضل يا دكتور. نعم 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 زي تسلبه. بس انا خد لنا صورة، وكذلك العقل ان احنا بنختار، خد لنا كام صورة بقى كده من بعيد بإرادتنا المعقولة. فبالتالي دي نقطة مهمة بس بقى يعني بس ربنا ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك فيك. فأي حد يكلمني يقول لي أنت بتحكي، أقول له خلونا واقعيين، هيحبك إزاي؟ هو ده المدخل. من الحاجات المهمة جدا وإحنا بنربي في الغرب، وأنا بتكلم في الحلول، هي ان الاولويه لله عز وجل. يعني لا تغضب، يعني الدرجه قلت، الدرجه زادت، الشهاده وقعت، راح لعب مع اصحابه، زود ساعه ساعتين، هتغضب وتقول له القواعد وكل حاجه. لكن لما بيشوف وشك يتمعر وتتضايق جدا من جواك وتبص له كده بصه هي لله، صلينا؟ تروح كده طم. فهو مع الوقت سيعلي المركزية لله عز وجل مع الوقت. فما تخليش غضبتك التنظيف الترتيب مع أمه مش عارف إيه الكلام ده، ما تدققش، مش عادي، اتكلم واشرح وقوم وظبط أمورك. لكن دايما خليك فاكر إنه لو عمل أخطاء الدنيا والآخرة وعرفت إنه صلى، تقول له صلاتك نفدتك مني النهاردة. ده مهم، الولد هيطلع يعرف ان قربه من الله عز وجل هو اللي منعه من اي عقاب، سواء مطعم، مش عقاب يعني ضرب، عقاب مطعم، حدودة قبل النوم، حكاية قبل النوم، اللعب، كرة القدم، السباحة، الحاجات، الانشطة دي. خد بالكوا لو ما بنعملش ده مع اولادنا مش نعرف نعاقبهم اصلا. لازم يحبوا الحاجات جدا ويتعلقوا بيها وتبدأ تعاقبوا بيهم، وحاجات عادية جدا، الاكل، الشرب، الحاجات دي. إياكم ثم إياكم ثم إياكم من الخصام. مفيش حاجة اسمها أخصم ابني، المصطلح ده مش موجود. يوم اتنين لا يمكن أخصمه، متخصمين مش أكلمك ولا تكلمني، ويجي يكلمك تقول له انا مخصمك. كارثه، اكبر كارثه في الدنيا ان الخصام اب مع اولاده او ام مع اولادها. ده مصيبه. علاقه الاب باولاده علاقه دائما متصله، لا يمكن فيها خصام، عمرنا ما بنلعب على الوتر ده. انت ممكن تقول له انا معتزل ان العب معاك. ده في ناس بتقطع أولادها شهر وشهرين وثلاثة، دول العيال دي راحت.
في الغرب يوم في الثاني في الثالث سيعتاد ذلك، وهيعند معاك بعد ال 12، هيعند معاك ويقول لك ما تخاصم، وانت هتطول المده وتهجره وهو يطول، وبقى قابلني بعد كده. فالخصام ده من الحاجات اللي لا يمكن تربويا نشتغل عليها نهائي او نستخدمها كعقاب معايا. الحاجه الثانيه، تبقى انتوا عارفين ان لو حصل لا قدر الله حاجه في الغرب وضربته او شتمته او عملته، الدوله بتخش تشد الولد سحب. فدي كارثه في كل الدول الاوروبيه، دي ما فيهاش نقاش. فلازم بقى كده نصبر ونهدى ونصطبر. فدايما اوصي واصطبر عليها. الواد ما صلاش سنه، اتنين، تلاته، اربعه، عادي. وعايز اقول نقطة تربوية دايما بيغفل عنها الناس، انت مش دورك هدايته. انت لا علاقة اطلاقا ان الواد يصلي بعد كده او ما يصليش، لا يمكن، ولا ربنا لا يمكن يحاسبنا على ده، على النتيجة. ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه يحاسب على الاسباب. هل احنا فعلا ليه؟ لما باجي دايما اتكلم في الموضوع ده، ناس تقول لي ازاي انا ابني وانا عملت وسويت، اقول له خلاص عملت اللي عليك، هو من اهل النار يا رجل. قصه موسى والخضر، ذبح الغلام، ذبحه، ده في القران، ده مش حديث بقى ضعيف وقوي وندخل في القصه دي، ده في القران. ليه؟ سيرهقهم طغيان وكفر. فاحنا بناخد بالاسباب. انا بنتي الحدت بعد كده، ابني الحد، ان هو ابني الحد، والله لا، والله لن يضرني شيء. اشتغلت دروس عربي، اشتغلت دروس قرآن كريم، اشتغلت دروس عقيدة، كنت معه نعم الأب، حكيت قصص، لعبت وحضنت وصدقته. هو خلاص مش عايزك يا أخي، مش عايز ده، هو اختار. توكل على الله، توكل على الله وكن سعيد. والله هو ابنك، لما يجي لك طبطب عليه وبوس وحضنه، لا مفيش إشكال خالص. هتبقى زعلان وهتوري انك زعلان، وان هو بيعمله زعلان، هو عارف ده كويس، لكن اترك له، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، ده قدر الله عز وجل، مشيئة الله واختياره، فخلاص. فلذلك الاسباب التربوية والاخذ بالاسباب شيء، وان اضمن النتيجة شيء تاني خالص، لا شيء مضمون. كل اللي بحكي فيه ده اخذ بالاسباب. وعايز اقول لكم ان اكبر معضلات الدنيا هي التربية والتعليم. هو ليه مثلا دول متقدمة في التعليم وانظمة متقدمة في التعليم والتربية؟ ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى من عظمته وعظمة خلقه ان مفيش اتنين ايدنتيكال، مفيش شخصيتين واحد، حتى التوأم، انا عندي بطن واحد، ده شيء حمادة وشخصية وبهذية، والتاني شيء خالص تماما. سبحان الله، أنجح مربي اللي يبقى عنده كل واحد بشخصية مختلفة، مش كوبي من طريقة تفكيره هو اللي مختاره. والله أنجح مربي إن البيت يكون كل واحد له شخصية، مش طالعين مية واحدة. أفشل سيستم تعليمي اللي يعلم مية واحدة، افشل السيستم تربوي اللي لان العقول متفاوته. ودايما اقول لما تكون المشكله مع ابنك في التربيه، اول شخص تلومه نفسك ومهاراتك. لازم تتعلم، لازم تروح تحضر درس تربيه، لازم تقرا في التربيه، لازم تتابع ناس في التربيه. احنا بنقول الدعاء وكل شيء، لكن من الاخذ بالاسباب انك لازم تربي نفسك ولازم تتعلم التربيه. وانك طول ما انت مش عارف تدخل للولد ده وتعرف احتياجاته وهتلعب معاه ازاي وتتحرك معاه ازاي، تعرف ان انت لسه غير مؤهل. فحاول تسأل ناس ربت 10-15 سنة وطلعت اجيال. وارجوك ما تسألش حد من مصر والدول العربية، وما تستخدمش ادوات تربوية من مصر والعالم العربي، ارجوك، لان ده مش هيبقى ابنك لو ربيت زي مصر او زي ما انت تربيت واهلك ربوك. الواقع مغاير تماما،
المدخلات مغيرة، التحديات مغيرة، العالم الانترنت، التقنيات، كل شيء مغاير. فبالتالي لازم تطلع حاجات تربوية تعليمية محدثة. واحنا طبعا كارثة. ليه انا اتكلم في التربية؟ مين موجود؟ ما سألتوش نفسكم ليه رمزي مثلا الرجل بتاع النانو تكنولوجيا قاعد يكلمنا في التربية؟ فين اللي هيقعد مكاني؟ والله العظيم ما بعرف. اسألوا كده نفسكم، مين بيتكلم في التربية عندنا في الغرب ومؤلف كتب وقالب الدنيا في الغرب؟ إذا إحنا كنا بنتكلم في أحكام وشرع للغرب وكنا بنتكلم عن فتاوى للغرب، فهل هنيجي على التربية ونقف؟ لا طبعا، محتاجين ناس تربويين. تعرفين كم مليون بره مسلم في الغرب عايش؟ تشوفوا الاستاتيستيكس وهتنبهروا، يعني هتنبهروا والله. الناس بتوع القرآن الكريم والعربي الأونلاين شوفوا بيكسبوا قد إيه. الناس مش لاقي، السوق متعطش، ملايين بر قطعت بهم السبل وعايزين يربوا ويعلموا. تخيل بقى أنك تبقى في فنلندا أو في بريطانيا أو في أمريكا وكندا، أفضل الأنظمة التعليمية، ويدخل الولد ياخد يعلمه واحد من مصر، يعلمه القرآن الكريم بالطرق المصرية التعليمية والتربوية. طب بالله عليك ما هيكره القرآن؟ أقسم بالله شيوخ أسلوبهم يكره في التعليم والإسلام، يخلي الواد يكره اللغة العربية، يسقط قدر اللغة العربية. انت عارفين أكتر حاجات بتهرب العيال من اللغة العربية هي المؤسسات الإسلامية والروابط. زعلش مني يا أستاذ محمد، زعلش مني والله. أكبر كارثة شفتها على مدار 14 سنة الروابط الإسلامية، بيقدموا أهل الكفاءة، أهل الثقة، الناس اللي بقالها 20 سنة و 25 سنة هم اللي بياخدوا الأماكن، ويجي واحد غلبان زي خريج أزهر يقول لهم عايز أعلم، يقول له علم؟ علم إيه؟ أنت مالك ومال التعليم؟ أنت تنزل بيبس كولا فطار رمضان، تنظف، ترتب الكراسي، وتلاقيه ممسك المدرسة لواحد لا علاقة له لا بتربية ولا بتعليم، بس بقاله 25 سنة وداخل في المؤسسة بتاعتهم وبالاختيار وكل شيء. طب ما تمسك ناس تربويين. تخيل مثلا ان ولد يكون شنطته منظمة، كتبه منظمة، اقلامه جاهزة، كل شيء بيدخل بالوقت، المدرس لو ما يتأخرش دقيقة، كل الواد ده يخش المركز الإسلامي أو مدرسة اللغة العربية رامي شنطه، رامي هدومه، بيجري ورا التالت، تحس الواد ده يحترم اللغة العربية أصلا؟ لا يمكن. أنا لازم أجيب له مدرس ستاندرد. أنا والله العظيم أنا زهقت من الشكاية، يعني ما عنديش بشتكي، أنا بعمل إيه بقى؟ أريحكم يعني. لما الاقي النظام بايظ احاول ادخل وساعد، يرفضوني. انا اترفضت في المانيا ان احسن اي حاجه، اترفضت في فنلندا 5 سنوات. اول دعوه تجيلي في فنلندا في الرابطه الاسلاميه ان اتكلم في التربيه بعد 5 سنوات، وانا عايش معاهم هم عارفين عنجهيه. ليه يطلع شيخ بنفس الطريقه؟ يا جماعه ازاي يا جماعة الخير؟ ازاي لازم لما نتكلم في التعليم واللغة العربية لازم حد تربوي خلفيته لغة عربية، لازم الولد يدرس اللغة العربية بالجيميفيكيشن، learning by doing. الولد لازم يرسم حروف ويلون، الولد لازم يعمل project ويناقش باللغة العربية، الولد لازم يعمل زي ما بيعمل في مدرسته الألمانية مع اللغة الألمانية، لازم يعمل ده مع اللغة العربية، لغة الأم، لغة الهوية. إن أجيب له مدرس هزيل عشان هو ده المتاح وعشان هو ده المتطوع، أنا بسقط اللغة العربية. ليه ما أجيبش واحد مؤهل وأدي له فلوس وأزود الفلوس؟ ليه أخد 3 ساعات بس؟ 3 ساعات إيه قبل 48 ساعة في الأسبوع؟ وأجي أقول لابني ما بيغردش باللغة العربية، هيغرد إزاي؟ يعني ولد تربوي تعليمي بيدرس لغة 3 ساعات نصهم جري ولعب، ازاي مدرس لغة عربية هيدخل
عنده 20 واحد في الفصل، ازاي هقسم وقته الثلاث ساعات على 20 واحد في الفصل؟ ابنك نابه كام من تركيزه اصلا؟ طيب ابنك ده بصري بيحب، انتوا عارفين الموضوع ده، نسبه الذكاء، ولد بصري ولد حركي ولد سمعي، هيعرف ازاي مدخل ابنك؟ هيقيمه ازاي وهو اصلا لا حول ده هو عايز حد يفهمه هل هو بصري ولا سمعي؟ الليفل بتاع ما تزعلوش مني اللاجئين او الاخوه اللي بيجوا المتطوعين، او ما ينفعش اخليه يدرس لا قران ولا عربي. انا جاش ولد ضرب ابني في المانيا، اقسم بالله العظيم، وعرسه حاله نفسيه، قعدت عالج سنتين على ما نسيته الراجل ده. المره الوحيده اللي ابني انضرب فيه وما قدرتش اتكلم، لان لو اتكلمت هتبقى كارثه، ده البوليس هيتدخل، ده هيقفلوا المسجد، هيشمعوه، ده كله احنا متداريين في المانيا. تروح تكلم الراجل فاكر انه بيحرر، انت بتعمل ايه؟ وتشده من شعره، انت بتعمل ايه يا عم الحاج؟ والله ناجي اخ سوري جه، طب ليه تدخلوه يدرس؟ ما هو ببلاش، ما هو ببلاش، والمسجد عايز ال 20 30 يورو اللي هيجي من ورا دوت عشان يبني ويشتري ويعمل. سوء اداره وسوء تنظيم وسوء. انا حزين وانا بقول ده. في الاخر عملت ايه بقى؟ بطلت اشتكي وبطلت اتكلم، ورحت رايح على فين؟ على السوشيال ميديا. بقى بيتابعني دلوقتي كام؟ انا كنت فاتح النهارده لاخونا ميسره وريتك كام؟ 6 مليون صح؟ الانجيجمنت 6 مليون. عشان كده دايما بنصح الشباب، عايز تصلح وعايز تعمل حاجه اعملها، حتى لو تبتدي من الصفر، لا تتباكى على المؤسسات. دلوقتي هم اللي بيجروا ورايا عايزين، ممكن والله نفس المسجد بعتوا لي قالوا لي بس ممكن يا دكتور رمزي تعمل لنا حمله دعائيه نلم فلوس، وانا غير مقتنع تماما باللي بيعملوه. ضيعوا فلوس، والله لموا فلوس كتيره، ضيعوه. ليه؟ لان المفروض افضل مهندس، يعني احنا كليه خريجين كليه الهندسه، لما اجي ابني بيت، ابني مكان للجاليه المسلمه، اجيب افضل مهندس بيدرس عندي، باحث بيدرس في الجامعه، اجيبه اقول له تعالى يا اخي في المسجد خطط لنا، طبق اللي احنا، واحد بتوع الاداره اهو، اتنين اهو، واحد دكتور باشمهندس اشرف من افضل 50 شخصيه مهاجره ميسره من جامعه ادنبرا، معاهم حد بروفيسور وليد، اقسم بالله ما حد عارف الناس دي فين، والله انا اول مره اجيبهم المسجد هنا. ما تعرفوش المؤثرين اللي موجودين هنا في الجامعات في اوكسفورد وكامبريدج، محدش فكر اصلا يربطهم بالمسجد ولا يستفيدوا من قوتهم. عارف يستفيدوا امتى؟ في افطار رمضان، نزل السحور، لم السحور يا رمزي. اي والله العظيم اقسم بالله، طاقات مهدره، هاتوا كده يتكلم ده في رياده الاعمال. اللي وراكه ده بيحاضر في ادنبرا، بيحاضر في اوكسفورد، اللي وراكه ده ميسره. والله العظيم التاني ده بقى بلاش اقول لكم، ده طبيب في اطباء بريطانيا، اللي وراكم استاذ مجدي، استاذ مجدي سعيد ده ماسك يعني اب الصحافه العلميه في الوطن العربي، نقل هو وزوجته وجه هنا. من النقاط المضيئه اللي انا بتعلم منه، هو ما ياخدش باله هو بيعمل ايه، بس انا حاسس باللي جواه. عمره استاذ مجدي يعني ليا لقاء معاه اونلاين في مع معافر باذن الله، متفقين مع بعض نخرج الحاجات دي. هل 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 ابنك لما يجي الاستاذ مجدي يتكلم، ويجي الاستاذ اشرف، ويجي الباشمهندس، ويجي الدكتور احمد، ويجي ويتكلموا المؤثرين والعلماء، انتوا متخيلين مدى اعتزازهم وقوتهم؟ انتوا مش متخيلين مثلا لما بنتي دخلت بفصلها وانا بحاضر وبشرح لهم عن النانو تكنولوجي، بوريهم الأجهزة، وإزاي هي واقفة قدامهم إن ده أبوها، وإن اللي دخلكم على ملايين هنا أبوي يعني، وإزاي هي أصلاً بتتفضل وتتكرم على المدرس إن هم يدخلوا عندي، لأن فعلاً ما كانوش هيدخلوا.
مكان اصلا ملايين محطوط فيه كلاستر عاليه جدا. الجهاز اللي انا بشرح عليه 700 800 الف يورو، الاجهزه بمليون و2 مليون و3 مليون يورو. الحته النانو مايكروسكوبي سنتر ده كتبه، النانو مايكروسكوبي سنتر قالته ده احنا واقفين على بلاش اقول لكم الساعه بتاعتي عشان طبعا ما بيدوناش، لكن هم جايبينه للريسيرش. لكن هي فاهمه ان ابوها بيعمل. من الاشياء التربويه اللي لازم تتعمل ان لازم ابنك يحترمك، يحترمك. لا مش بتاخد مساعدات وقاعد تجري، اللي يطلق مراته ويروح ياخد من هنا ويدي لها بيت وهو بيت وياخده فلوس زياده، ازاي تتحايل على الدوله وتاخد مش عارف ايه. الاحترام هو بيقيمك، هو بيقيمك. هو ممكن يكون رافض وانت عمال تتحايل ومتخيل ان هو لا، انت لو سقطت في نظره مش هياخد منك اي حاجه، هيستعر منك اصلا. فدايما الاحترام من النقاط اللي دايما اتكلم فيها الامهات، اقول لهم لازم لازم اسمعوني ليك كويس قوي، لازم وبصفة أسبوعية وإن لم يكن يعني يومية تتكلموا عما يفعل الزوج. لازم. أبوكم بيعمل إيه؟ أبوكم بيشتغل إزاي؟ أبوكم بيجتهد إزاي؟ مهند هيفهم إزاي أبوه بيعمل إيه؟ وما ينفعش أبوه يعمل براندنج لنفسه. عارف الولد هيقول إيه؟ نرجسي. والله كنت لسه هقلب انتوا نفس والله انا لسه هنقل هقلب والله العظيم. لازم. لكن الام بالذات بيستثقلوا ده، في نساء بيستثقلوه. اقول لها دايما، انا كتبت مقاله على الموضوع ده، قلت لازم تحدثوا، لازم تعظموا قدر الاب وهيبته بالقصص والعكس. لا يمكن. امكم بتتعب، امكم الاب لازم يشتغل على هذا، لازم. يعني من الحاجات دي انا بقى قصتي انا ممكن احكيها، ان امي رحمه الله عليها كانت لا تقرا ولا تكتب ولا عمر الا سليم. ابويا انا مش صاحبي وليس بصديقي، وتجد ده من مقالاتي وكتاباتي انه مش صاحبي اصلا ولا صديقي على طول، عادي جدا. هو ما ربنيش بالطريقه دي، امي اللي عملت ده. الصحبه والصداقه ام، هي عملت شيء. طيب هو عمل موقفين ثلاثه في حياتي لا انساهم، وحتى يعني ذكرتهم في كتابي، يعني عافر ده كتبتهم، يعني لما مسك الاثنين المدرسين كان هيضربهم لما مدوا ايديهم عليه. ما شاء الله ما شاء الله. بسبب المقال بالذات. نعم. ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب. فاللي حصل ان هي كانت، هو مش موجود خالص، شغال ولا قرا كتب تربيه ولا في دماغه خالص. هو برضه رجل مزارع فلاح، ربنا يديله الصحه ويبارك فيه. ولكن كان يتدخل لما مثلا اضرب حاجه تحصل، يتدخل سنة ضهر. الموقفين دول لا انساهم، قوى شخصيتي جدا جدا. كان هيضرب المدرس واشتكوه في النيابه ودخل في مشاكل كبيره، الاثنين مدرسين ولسه متذكرهم معايا. وقال انا مش عايز اتعلم، لكن محدش يلمسه، رغم ان هو كان طحن ضرب. يعني انا معجود ضرب ده، هو بياخدني الارض، كان بيطلع مني مجهود اقسم بالله، مجهود اتنين تلاتة رجالة. اقول له انت بتعمل ايه؟ يعني انت انا ضعيف طفل زي مهند ياخدني الارض، واللي عايزك تاكل الكتاب اكل. وفعلا هما نجحوا ان هما يكرهوني في الزراعة، في اكتر شغلانة بكرهها في حياتي الفلاحة. انا ممكن اشتغل اي حاجة الا الفلاحة، بسبب العقد النفسيه اللي عملها لي ابويا وامي. تمام.
لكن الجميل بقى انك تقعد معانا وتحكي لنا بقى هو بيعمل ايه، وهو وانتوا كنتوا صغيرين ابوكم محبته تشكلت في قلبي من حكاوي. باجي اقعد مع مراتي اقول لها احكي للعيال شويه عني، لله اغسلي نفسك شويه من جوه واحكي لهم. كان يعملوا عليا هجمه فيسبوك، انت هتضيعنا وتضيع نفسك بالفيسبوك كده ملوش لازمه استاذي. انا خدت معارك في السوشيال ميديا عشان اكمل معارك. انا سبت مجموعتي البحثيه بسبب الفيسبوك. في ناس ما تعرفش الكلام عشان انا مؤمن بحاجه ورساله وانا لازم اكملها، والناس كلها بيقول لك بيضيع وقت والناس دي اصلا محدش هيتغير. شوفوا الرساله وانا قاعد، شوفوا الناس اللي جايه 5 ساعات. متخيلين ان ناس متخيله؟ تخيلوا ان جالي 1000 في مصر في جامعه النيل وكرمت بسبب السوشيال ميديا. كرمت في جامعه زويل مش على ابحاث، على عمل التطوعي. تخيلوا ان ربنا سبحانه وتعالى الكرم ياتي منين؟ من العمل التطوعي. فده يعني سبحان الله العظيم شيء بيدعو لربط حتى اولادنا بشيء تطوعي يخرجنا من الماديه ان انفع بدون مقابل. وما نسألش عن نتيجة، لأن النتيجة في أي وقت تيجي بتيجي، ما تجيش ده شيء مش بتاعنا فعلا. يعني أي حد بيعمل أي حدث، أستاذ محمد هنا في المسجد الإسلامي، أي حد بيربي، مالكش دعوة بالنتيجة. النتيجة إحنا لن نسأل عن النتيجة، ولكن نسأل على الأخذ بالأسباب والتعب والمعافرة والإجتهاد. فدايما في الحاجات التربوية دي دايما أنا بحاول أوصلها إن لازم ننتشل أولادنا دول ونربطهم في كنف المسجد، لازم نعمل لهم كوميونيتي، لازم بلاش نعزلهم حتى عن الأجانب حتى عن البريطانيين. ما ينفعش تعزلهم، يصاحبوهم ويصدقوهم ويدخلوا عنهم، ولكن بشخصية قوية باعتزاز بالهوية. ده مهم جداً انك ما هو يعتزل ليه؟ هو يخاف ليه؟ هو عنده شيء يخاف؟ لازم يتفاعل ويبقى انتجريتد ويتكامل كل شيء، ولكن بشخصيته بهويته لازم يعمل عمل تطوعي. الاولاد دي من الحاجات التربويه المهمه جدا. ايه هو بقى؟ ابحثوا، ده مهم جدا ان الاولاد دول نربطهم باعمال تطوعيه، وده دور المسجد انه يساعد الاهالي انه يشركوا اولادهم في الـ الـ الانظمه اللي موجوده فيها التطوعيه، مش بس مع المسلمين. بقول تاني، مش بس مع المسلمين، العمل التطوعي. انا قلت قوه الشخصيه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوه الشخصيه قبل الاسلام وبعد الاسلام. عارفين الولد اللي دخل الاسلام قريب، ان انت عمالين انتوا الاثنين تشيروا، لما رحت سمعت دقيقه 40 بسبب انتوا الاثنين، اسمه اندر ابداع. الولد ده انفلونسر مؤثر، قاعد قدام النضاره السوداء ولادي الاثنين بيتابعوه، كوت شخصيه قبل الاسلام وبعد الاسلام، كوت شخصيه، مناضل، معافر، متمرد. لازم تسمعوها، اندر تيت مشهور قوي مع محمد الحبيب، محمد حجاب، ومترجمه ايضا بالعربيه، لكن الانجليزيه بتاعتهم ممتازه. يعني اسمعوها بالانجليزيه، انتم ما شاء الله بريطانيا، يعني انا مش في فنلندا، لكن جميل. اولادي سمعوا منه حاجات، واولادي انتقدوه، اولادي كسروه قدامي. يعني ما بيتابعوه اصلا، ما هو ماسك الفيمينيسمس والفيمينيست وشغال عليهم، له حاجات كتيرة قوي يعني، وما شاء الله له تاريخ حلو يعني. مش عايز اتكلم فيه،
بس اسال الله عز وجل ان يقبله يعني. فبنتي من حته ايه، بلاش انتوا عاطفيين وكده، فتقول لي هو جاي عليكم بيتمحك دلوقتي، فاصبروا شويه. وهي كلامها صحيح 100%، بلاش نجري ونبقى تعالى اخونا المسلم، اصبروا عليه شويه، ده جاي عشان حاجه، ممكن يكون جاي عشان حاجه، فبلاش تطلعوا وتكبروه، الكلام ده خطا اصلا. فبنتي بتنتقد يعني، انتوا غلابه يا بابا، والله العظيم راحت مطبطبه عليا وبيساني وسايباني وماشي، انت غلبان، هتفضل غلبان يا حاج عبد العزيز، حاج رفيزي. اه والله، وانا فاهم يا بتبصني ليه؟ تقول لي انت طيب قوي، انت ما تفهمش ده ايه؟ متخيلين عقلها واصل لحد فين؟ فالفكره هنا فكره مش سهله. السؤال، ها هاخد من الفيميل، ها سؤال، ها نعم والله ربنا يبارك فيك ويجزيك خير. انا دائما هناك قاعده اقولها بحطها كده على طول، من حق اولادك كمسلمين ان يسمعوا الاذان 5 مرات في اليوم، فاذا اتيح لك هذا ارجوك لا تحرمه، أرجوك لا تحرمه. لا، الصحة النفسية أولا. لو أنت ودخل مادي كافي وأنتوا هتحافظوا على نفسكم ودارس الموضوع صح وهتعيش في حياة زي مثلا أنا بدرس قطر فقط، شيء تاني صعب، مصر مش مصر، لا يمكن صحتي النفسية أنا هيجرالي حاجة. فالأب والأم أهم اتنين لازم صحتهم النفسية، لأن مصدر الصحة النفسية للأولاد هو الأب والأم. فإذا كانوا مرتاحين نفسيا والمادة جزء من الصحة النفسية، تلاقي نفسك دماغك شغالة للنهار التأمين الصحي. لو ابنك محتاج، أنا ابني محتاج علاج، لا يمكن، حتى أول حاجة بعت الدواء واسمه موجود في قطر ولا لا، هيعملوه ازاي، سلوكيات في المدرسة رقم واحد. فالصحة النفسية مهمة جدا، ولازم أشوف كل حاجة. لقيت الدنيا لقيتها اللي حتى في الفلوس ما فيش مشكلة لله، لكن الأذان، الأعياد، المناسبات، مجرد رؤية أولادك للمحجبات والملتزمات مش لوحدهم. ولذلك دايما أقول لو هنشحن ننزل أولادنا شهرين الأجازة في أي دولة عربية وإسلامية، لو هنشحن لازم اياكم اتحوشوا، ارموا التحويش ده، انسوا الكلام ده، استثمروا فيه ونزلوهم الشهرين. اقسم بالله انا حاجز التذاكر باخر فلوس حجزتهم بتوع مصر الشهرين، السنه اللي فاتت ما راحوش، السنه دي قلت لا يمكن شهرين كاملين. المردود النفسي والاجتماعي والثقافي حاجات كتير انتوا لا تتخيلوها. تمام كده، انا كده خلصت، يلا بقى ناخد صوره.